العنبر المتربع على عرش الموضة وصناعة العطور العالمية في أمريكا وأوروبا والشرق الأقصى. لذلك يقدم لكم سيد العطر عبد الصمد القرشي ثلاث مجموعات فاخرة من العنبر، كل مجموعة من عطرين بخاخ سعة 100 مللتر ودهن بنفس الرائحة سعة 30 مللتر. المجموعة الخضراء عنبر سيل، وهي مزيج من العنبر والتوابل، وهي عطور نهارية بتميز. والمجموعة الحمراء عنبر تاتش، وهي عطور تحمل أسرار المساء، مزيج من العنبر والزهور. والمجموعة الزرقاء، وهي لأصحاب التأثير الطاغي، وهي مزيج من العنبر والعود. وكلها ستصلك أينما كنت من خلال خدمة التوصيل المجانية على الأرقام التالية